والتهاني انتقلت إلى دبي إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم من خلال شواهين، وأيضا المضمر أحمد بن عبد الله بالطير العامري اللي حقق هذا الإنجاز من خلال شواهين. في هذه اللحظات مشاهدين الكرام مستمعين الأعزاء، نرحب بتشريف سمو الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي الذي أيضا يتابع مهرجان رأس الخيمة الختامي لسباقات الهجن العربية الأصيلة، فنرحب بسموه أجمل ترحيب، وأيضا الذي نتابعه بهذه الصورة الجميلة وهو بجانب والده سيدي صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة حفظه الله ورعاه. في هذه اللحظات انطلق الشوط السابع، وهو أيضا الشوط السابع وهو أيضا مخصص للجعدان المحليات. أحيل الميكروفون للزميل سالم بن ركاض العليلي. التواصل يستمر مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء أينما كنتم، وأعضاء اللجان الميدانيين والمهتمين بالمتابعة والتنظيم. الانطلاق في هذه اللحظات اعلنوا عن دفعه جديده وشوط اخر يتحرك بوزن الجعدان لهجن اصحاب السمو الشيوخ حفظهم الله ورعاهم، الجوائز نقديه من المركز الاول وحتى المركز الخامس. نتابع الخمسه كيلومترات ونرسل الانظار الى مقدمه الشوط، نعطيكم الوصف التفصيلي للمراكز المتقدمه. هملول من السلم القياده للشيخ احمد بن سعيد بن راشد النعيمي، وهناك ايضا فايز بن غافر اليابري راعي المصيحة عنده التضمير. المركز الثاني ناصي لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان أحمد بالخلفان بالصايغ المزروعي، من يتقدم ولاعب دور رئيسي في مساء هذا اليوم. النقلة التالية إلى المركز الثالث وثالث المراكز، يتقدم مياس للشيخ أحمد بن سعيد بن راشد النعيمي، أيضا فايز بن غافان اليابري يتواجد مضمرا. المركز الرابع شاهين للشيخ صقر بن عمر بن عبد الله القاسم محمد بن حمد بن حربش الاجتبي، هو من يتقدم بالمركز الرابع. والمركز الخامس مليح لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم سالم بن نايف الشاوي الغفلي مع التضمير. هذه الخمسة المراكز الأولى متابعينا الكرام مشاهدينا الأعزاء، وما زالت أيضا شعارات قوية وأيضا أسماء كبيرة ما وصلت إلى عالم الإذاعة، تنتظر أيضا الكيلو والمتر الأخير لتعلن وجودها على دائرة الصراع والدائرة الخاصة على هذا التحدي المثير. ما زلنا نتابع ونشاهد ايضا ناصي يتقدم في هذه اللحظه لسمو الشيخ سلطان بن زايد ال نهيان احمد بن خلفان بالصايق المزروع الجنتلمان، يعني يعزز رصيده بهذه الانتصارات المتتاليه، اخذ القطين ويبحث ايضا عن نقطه اخرى في مساء هذا اليوم. هو من افتتح هذه الامسيه بالناموس الاول وهو يتقدم الان. المركز الثاني ياتينا هملول اسمه الشيخ أحمد بن سعيد بن راشد النعيمي، وهناك ايضا راعي مصيحة فايز بن غفان اليابري زميلنا ايضا يتواجد معلقا ومضمرا في آن واحد. المركز الثالث ياتينا مياس للشيخ احمد بن سعيد بن راشد النعيمي، وفايز بن غفان اليابري هو من يتقدم ايضا مع هذا الشعار الاخضر بالابيض على المراكز الاولى. المركز الرابع ياتينا شاهين للشيخ صقر بن عمر بن عبد الله القاسمي محمد بن حمد بن حربش الاستبي، والمركز الخامس أرى أيضا شاهين للشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم حمد بن عبد الله بالطير العامري مع التضمير. هذه المراكز الأولى مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، ما زال الشوط مفتوح والمباراة مفتوحة والمعركة مفتوحة، والميدان أيضا يفتح أبوابه يستقبل زواره من كل إماراتنا الحبيبة ومن كل دول مجلس التعاون الخليجي. نعود إلى المعركة، نعود إلى التغيير الذي
طرى وجروا يا محاسن الصدى أن في الموقع واحد والمركز واحد ويحمل معاه الرقم واحد. هذا هو ناصي للشيخ سلطان لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان أحمد بن خلفان بالصايغ. المزروع هو من يتقدم، هو من يتأهب لهذه المعركة القادمة. فايز بن غافان اليابري يقدم لنا مياس وهملول. المملوكات للشيخ أحمد بن سعيد بن راشد النعيمي راعي مصيحة أيضا. شد الحيل يا أبو حمد، شد الحيل يا أبو حمد، لأنك أنت أيضا في مكان جميل، في مكان كلهم هذا المكان اللي يرقبونه المشاركين. هناك أيضا المتابعة من المركز الرابع شاهين للشيخ صقر بن عمر بن عبد الله القاسمي محمد بن حمد بن حربش الاشتبي، هو من يتقدم بالمركز الرابع والمركز الخامس. يأتينا شاهين المملوك لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم محمد بن عبد الله بالطير العامري مع التضمير. هذه المراكز الأولى، هذه المراكز الأولى، ولكن نعود النعودة مع المقدمة، النعودة مع ناصي، وهو ناصي وهو قاسي، وهو يتقدم قاسي على الجعدان، قاسي بهذا الموقع المرموق، الموقع الريادي، الموقع الجميل، يتقدم وعنده حركات استعراض، استعراض الناموس يتقدم. شوفوا طالع نازل، طالع نازل، وهو يا ايضا يوزع 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 ابتساماته. شوفوا الحركة اللي يسويها، يا سلام يا سلام يا سلام، حركة جميلة ما اروع. هذه الحركة اللي في المقدمة ياتينا بها ناصي المملوك لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان واحمد بن خلفان بالصايغ. المزروعي من يتقدم، هو من يعلن الوجود. بو حمد ايضا متوايد. فايد بن غفان اليابري يرسل لنا ايضا شاهين او مياس وهملول بالمركز الثاني والثالث. المملوكات لسمو الشيخ احمد بن سعيد بن راشد النعيمي. ياتينا ايضا شاهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ال مكتوم. وهناك حمد بن عبد الله بالطير العامري. الوصول والقدوم ايضا من شاهين للشيخ صقر بن عمر بن عبد الله القاسمي محمد بن حمد بن حربه. نقولكم يا جماعه بدينا نذكركم بأن اتجهنا إلى المنصة الرئيسية، نتابع الطريق، نتابع التحدي، نتابع الإثارة، وبدينا أيضا بالعدد التنازلي، ولكن ناصي، ناصي وهو ناصي، ناصي على المقدمة، ما زال يصارع، ما زال يرفع هذا الشعار عاليا خفاقا في المقدمة مع الناموس لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي. هو من يقدم ناصي إلى الأمام الآن في حالة انتباه، الآن في حالة استنفار. عندك المركز الأول، المركز الثاني شاهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم حمد بن عبد الله بالطير العامري. هو من يتقدم من مركز الى مركز وعينه على المركز الاول المركز الثالث. ياتينا شاهين الشيخ صقر بن عمر بن عبد الله القاسمي. يهبو شاهين، شاهين بن معلة، هجن بن معلة، تهاجم، تهاجم المقدمة. الله الله لسمو الشيخ محمد بن سلطان بن أحمد المعلة كمال بن محمد. هو من يرسل شاهين، هو من يرسل شاهين المملوك لهجن المعلة في هذا الصراع، في هذا التحدي، وبدت المعركة الحقيقية. ولكن بدون سيف وبندق وجنبية، نتابع نتابع التحدي، نتابع المقدمة، الصراع الصراع، ناصي يا ناصي، حاصر أنك لا هروب ولا مجال. ولكن شاهين، شاهين الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوب وبالطير، وشهجر بن معلة أيضا في الصراع، في الصراع على الناموس. ناصي يا ناصي، ناصي وشاهين، ناصي وشاهين، ناصي رافض الاستسلام، رافض الاستسلام إلا أنه يكون بطل، إلا أنه يكون راد. المحاولة الأخيرة لشاهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة حمد بن عبد الله بالطير العامري. ولكن ناصي، ناصي 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 إلى الأمام، ناصي إلى التحدي. سلام سلام، واحد على واحد، واحد واحد واحد، ناصي رقم واحد. نعم، تهانينا لسمو الشيخ سلطان زايد آل نهيان والجنتلمان احمد خلفان بالصايغ. المزروع الثاني لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. المركز الثالث وصلنا شاهين لسمو الشيخ محمد بن سلطان بن احمد المعلى. المركز الرابع شاهين للشيخ صقر بن عمر بن عبد الله القاسمي. والمركز الخامس فهناك مياء. المركز الخامس، المركز الخامس للشيخ احمد بن سعيد بن راشد النعيمي. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء، وهكذا انتهينا من هذا العرض الجميل بقيادة ناصي. بالتأكيد أن قطع المسافة ومسافة 5 كيلومترات. نشوف من مخرجنا المبدع والمتألق في مثل هذه المواقف. نحن نشاهد الآن على شاشة التلفزيون التوقيت الزمني 7 دقائق بالتأكيد.
42 ثانية 42 ثانية بالوفاء والتمام. تهانينا والناموس لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان وأيضا للمضمر أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي. لو وصلنا في المركز الثاني شاهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد ورايدان المكتوم. 7 دقائق 42 ثانية و12 جزء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثالث اللي وصل فيه شاهين للشيخ محمد بن سلطان بن أحمد المعلى بالتوقيت الزمني 7 دقائق بالتأكيد 44 ثانية و19 جزء من الثانية. تهانينا أو الناموس للفائزين. في هذه اللحظات انقل الميكروفون إلى محمد غانم مصطفى.